مع حل التمرين الأول، إذا في السؤال الأول نكتب أن دلتا تي المقاس في الريفرنس فريم المتوقف يساوي دلتا تي 0 اللي هو التايم انترفال في البروبر فريم، وتقسيم الكمية هذه، وعدديا إذا نقسم 3 ثواني على الكمية هذه ونتحصل على 9.61 ثانية. في السؤال الثاني إذا السرعة U اللي هي سرعة الـ proper frame بالنسبة للفريم الأول is increased by 5%، إذا القيمة الجديدة U prime هي القيمة القديمة زائد 0.05 ونتحصل على إذا 0.9975 C كسرعة جديدة. ودلتا تي برايم الآن يساوي إذا 3 ثواني هذه في البروبر فريم لا تتغير، وهنا ليتغير هو بطبع النسبة يو على سي. إذا القيمة الجديدة 0.9975 تربيع وتعطينا 42.5 ثواني لدلتا تي برايم. ونلاحظ هنا أن التزايد هو 4 مرات لدلتا تي وليس 5% كما هو مطلوب.